قد أعزني سلية هي الوالدة تاعي. حبيبتي ما نقدر نطلب والو من الدنيا. الإنسان يشفى من والديه، يطلب يشفى من والديه قد ما كان الحال. أم إيناس، أم إيناس، نعم. كلنا نموت، واحد ما راح يبقى. بصح الإنسان أنا بالي باللي بقضاء وقادر، والناس كما يقولوا يقدروا. بصح الوالدين كي تفقدي أعز سند ليك للحياة ما عندك حتى شيء، ما تحوسي لا على المال ولا على الجاه ولا على الوظيفة ولا. الأم هي السند. صح. الأم هي الحياة. الأم هي الإنسان اللي مازال ما فقدش يماه. أني نطلب من الشعب كامل يشبعوا من يماهم. ما كاش قد الأم، ما كاش قد الأم. والأم صدقيني بالله إنك تفقدي يماك، إنك تولي ميتة في الحياة. ما قدرش نستوعب حياتي بلا الأم تاعي. ونطلب من خالتي إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي يصبرهم. هذا ما كان، هي كانت الأم تاعنا، هي الأب، هي الأخ، هي الأخت. هون كله الياسر خويا. يا ربي يا ربي شنا يعوضك من الخير. أنا أختك هنا على بالي بلي ما قدرت الكلمات لي. نطلب من الناس اللي عندهم مشاكل هكذا يتقربوا من والدي. كاش قد الأم صدقيني بالله يا سمية أختي. أنا حاسة بك خويا. نوجه لك تحية ونوجه لخالتي لخياتي، نقول لهم باللي هذه قضاء وقدر. وربي كبلانا الحمد لله على كل شيء. يا ربي قدر لها العملية تاعها ما تنجح. مي الإنسان مانيش نحوس على وظيفة، مانيش نحوس على حياة. ربي يصبرني ويصبر خالتي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أم إيناس، هذا ما كان الإنسان مهما كان الحال عنده ظروف ويشبع من والديه. أم إيناس شوفي سمعيني، ما كاش ما عزم الوالدين، ما كان حتى عفسه يعني اعز منهم. ربما الاولاد لما يكونوا عندك اولادك وربما تفضلي والديك على اولادك. فشوفي نقول لك ربي يعطيك صبر وربي يرزقكم صبر. ماشي حاجه سهله، وكما يقولوا ناس بكري ما يحس بالجمره غير اللي عفس عليها، لانك احساسك لكي حساته انت، بالك ماهوش حساته انا. بصح يعني الحقني يصبرك الناس. وصح تقولي بالك نقدر نصبر، بصح النهار اللي يجوز خير من اللي راه. ما تقدريش تنسي الام، واحد ما يعوضها. بالك عندك الزوج، بالك عندك البيت، بالك عندك الاخ، بالك عندك الاولاد، بصح يماك اللي تكذب عليك. واحد ما يجي في بقصتها. وانا ماشي الانسان هذا، ما الانسان كما يقولوا المال تاعو في الدنيا وشنو يشبع من يماه. الأم هي الصح، الأم هي الحنان، هي الحياة. شوفي أم إيناس حبيبتي، أم إيناس شوفي، الوالدين الوالدين الاثنين الاب والام، في زوج نتهلاو فيهم، في زوج نشبعوا منهم، في زوج ندوا دعاوي الخير من عندهم قد ما نقدروا. ربي ان شاء الله. شوفي ديجا هي جابت ذريه صالحه، فشوفي كي راكي تبكي عليها وكي تفكرتها وكي حزنانه عليها، فاكيد كانت ام طيبه وام صالحه وام تربيتو من عندها وديتو الحنانه وديتو كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا، يعني ما لازمش يعني نحزنوا ولا يعني تحبس الحياه، كل شيء يستمر. لما انت راكي تبكي على الوالدة تاعك أكيد أنا حسين بيك وقلبنا يتقطع معك.